اهلا بيكم مره تانية. النهارده احنا هنتكلم عن الاساطير. المملكة العظمى يهددها تنين قاتل. الملك العظيم خايف ومتوتر. التنين في اي لحظة ممكن يهجم على المملكة ويموت كل الناس، عشان كده حب يستعين بالمهندس العبقري ديدالوس. ديدالوس كان خريج هندسة أثينا دفعة 96 قبل الميلاد. هندسة أثينا في التوقيت ده كان فيها بنات، فعشان كده الشاب المهندس كان بيطلع مقبل للحياة، عنده إبداع وكرياتيفيتي عالية يعني. ويبدأ المهندس ديدالوس يعمل متاهة، متاهة بحيث إن لو دخل فيها التنين يتوه ويعرفوا يحبسوه، بحيث إنه ما يعرفش التنين ده يطلع تاني، وبكده تعرف تعيش المملكة في أمان. وبالفعل ينفذ ديدالوس متاهة صعبة وقوية جدا. أول ما يدخل التنين يتحبس يعين ويموت، وبكده أعلنت المملكة الانتصار على هذا التنين المميت. المملكة مبسوطة فرحانة. مين اللي عمل الإنجاز ده؟ ديدالوس، المهندس ديدالوس. مين اللي أنقذنا؟ ديدالوس. مين اللي خلانا نعيش حلو؟ ديدالوس. يبدأ الملك يتغاظ، إيه ده؟ ديدالوس الشهر، كل الناس عارفة ديدالوس، كل الناس بتحكي عن ديدالوس، وأنا فين؟ ده كمان مش كده، ده كمان ممكن الملوك زمايلي في الممالك التانية لو سمعوا عن شهرة ديدالوس ممكن يستعينوا بيه ويعملوا شغل تاني كويس. لأ، انا مش هسمح لهم بالفرصه دي، انا هحبس ديدالوس، وكمان هحبس ابنه الصغير اللي اسمه ايكاروس. ايكاروس ده اكيد هيطلع ذكي زي ابوه، ممكن يخش زي هندسه أثينا برضه ويبقى عبقري برضه. فعشان كده يحبس الملك ديدالوس وابنه الصغير اللي اسمه ايكاروس في سجن، سجن عالي فوق الجبل. سنه 12 يبدا ايكاروس يكبر ويبدا ديدالوس يعجز. يا بابا احنا هنفضل محبوسين كده كتير، انا تعبت وزهقت. معلش حبيبي. يبدا ديدالوس وايكاروس يفكروا ازاي نعرف نهرب من السجن ده، واذا هنا تلمع الفكره لديدالوس. المكان مليان بالشمع لانهم بيقروا كتير بالليل، ومليان بريش كتير من الطيور لان المكان ده عالي، ففي طيور كتير بتكون هناك، ففي ريش كتير. ليه ما نعملش اجنحه ونلحمها بالشمع؟ دي كانت فكره الهروب. وبالفعل ينفذ ديدالوس هو ابنه ايكاروس اجنحه قويه من الشمع والريش، وقبل القفز والطيران ينصح ديدالوس ايكاروس ما تبصش لفوق قوي عشان الشمس ما تسيحش الشمع، وما تبصش تحت قوي عشان الرطوبه برده ما تفكش الشمع. ومن هنا تبدا لحظه الانطلاق. ايكاروس وديدالوس بيطيروا في مشهد ساحري فوق الجبل. الانسان يحقق الحلم، الانسان بيطير. وفي اللحظه دي يبدا ايكاروس يبص للشمس، يغرم بيها، يحبها. ايه ده، هو انا ممكن اوصل للشمس؟ يبدا ايكاروس يبدا يقرب من الشمس، يقرب للشمس، يقرب من الشمس، يقرب من الشمس، يقرب من الشمس. وهنا تبدا صرخات ديدالوس ابوه، اوعى يا ايكاروس، اوعى يا ايكاروس، الشمس ممكن تسيح الشمع يا ايكاروس، وممكن تموت يا ايكاروس، ما تبعدش يا ايكاروس لو سمحت. ايكاروس يقول لبابا حاضر يا بابا، حاضر يا بابا، انا هنزل اهو، هنزل اهو، يلا خد لك لفه فوق بسرعه وتعال. يسمع ايكاروس كلام والده، ولكن سرعان ما تسحره الشمس تاني، والمره دي يبعد اكتر واكتر واكتر لحد ما يقرب للشمس ودرجه الحراره تعلى ويبدا الشمع يسيح ويتفك الاجنحه ويسقط ايكاروس من اعلى ارتفاع ويموت ايكاروس. يموت. ما الأسطورة سوى الحلم؟ ما الأسطورة سوى القصة الأولى المنحوتة؟ البشر دايما بيحلموا بالخلود والامتلاك، دايما الإنسان عاوز يمتلك كل شيء وعاوز يعيش على طول، واستحالة الإنسان يوصل لدول. الإنسان القديم ألف قصة إيكاروس نتيجة لسعيه الدائم وراء الكمال والحقيقة المطلقة. السعي وراء الكمال والحقيقة المطلقة مميت. الإنسان القديم عرف ده بالظبط. لغاية إمتى يا إنسان هتفضل تمشي ورا شهواتك وهتفضل تمشي ورا نزواتك؟ اسمع يا إنسان نصيحة الناس الأكبر منك، اعرف قدراتك كويس، ما تبصش لفوق قوي ولا تبص لتحت قوي، لأنك في كلا الحالتين في خطر بيهددك. امشي في النص يا إنسان، اعرف إمكانياتك كويس. دي كانت أسطورة النهاردة. لو أنت على يوتيوب ما تعمل لايك وسبسكرايب، ولو أنت على فيسبوك اعمل شير. مع السلامة.